يحاول محمد أن يحصي خسائره بعد نفوق أعداد كبيرة من أسماك الكارب في مزرعته بالأغوار الأردنية، لكن الخسائر أكثر من أن تعد، فأطنان كثيرة من هذه الأسماك ماتت ودفنت. نحن من 10 أيام لغاية اليوم، لغاية تاريخ اليوم، نتعرض لنفوق أسماك سمك الكارب، مع أنه أنا بربي 3 أنواع من السمك اللي هو المشط والكارب والبوري. خسارتي لغاية اليوم تقريبا يعني 18 طن سمك، وسعر كيلو السمك عم بنباع بالسوق 4 ليرات و75، وأنا السمك اللي مات عندي يعني سمك أحجام كبيرة، يعني بنحكي من 1.5 كيلو لغاية 4 كيلو، وهذا السمك متعوب عليه ومصروف عليه. نفوق الأسماك طال مزارع كثيرة في الأردن، بدءا من مناطق الجنوب وصولا إلى الشمال، والجهات المختصة تقول إن سبب موت الأسماك فطري لفيروسي، وربما ساهمت تقلبات الطقس الأخيرة بزيادته، وتؤكد أنه لا يؤثر على صحة الإنسان. كان أكثر سيناريو مخيف لنا اللي هو أن يكون عندنا وباء اسمه كوي هيربس فيروس. اختباراتنا أظهرت والحمد لله أنه الأردن خالي من هذا المرض تماما، وأنه إحنا بنتعامل مع حالة مرضية، نوع من أنواع الأمراض الفطرية اللي بيصيب خياشيم الأسماك. خياشيم الأسماك تتضرر نتيجة الإصابة الفطرية، وهذا المرض اسمه برونكومايكوزيس، بيأثر على كفاءة الأسماك في استغلال الأكسجين المتاح في المياه. أسماك الكارب دخلت مجال الاستثمار في الأردن قبل سنوات، والإنتاج منها أدى لسد حاجة السوق المحلي والتقليل من حجم الاستيراد. خسائر كثيرة لحقت بقطاع الثروة السمكية يقول مربوها، ويطالبون بضرورة التحرك لإنقاذ القطاع، فالتحديات كثيرة ولا تتوقف عند نفوق آلاف الأسماك. نايف مشاقبة، سكانوز عربية، الأغوار الأردنية.